السلام عليكم الاولاد، مرحبا بكم في فيديو جديد مع ابو سعد كالعاده. لطفي دوب الكانو تك تك هبت فيسع. اسمع كلامي ما طولش علينا، فهمتني؟ حاسيلو الاولاد بشريه كتي وحدي. علاش اسالني؟ علاش خاطر سؤال ويجيه حبك تسالني استفسر، على خاطر هيك الخويا مشي يسجل في غنيه جديده عند عفيفي احاش احلى عفيفي الشريف، فلذلك اني قلت باش نستنى هيكل. لا لا لا، شنو تعلمنا من عند لطفي دوب الكانو؟ حلب الاغنيه يا صديقي. قلت نعمل رياكسيون وحدي، بعتلي نجيب هيكل ومش نعاود اني وهيكل، نجيب هيكل وغيث يعملوا لكم رياكسيون هما الزوز على نفس التراك. وبسعاده ينتج، بسعاده ينتج هكاكا، يعمل اثنين في واحد. لطفي دوب الكانو في راسي عشخيه، اني نتعلم منك يا صديقي الكبير. لطفي اني قاعد نتعلم منك، قاعد نتعلم منك اكثر فاكثر. ان المنهجيه هذه كنت نخدم بها قبل، لكن توا باش نزيد نخدم بها اكثر. وكان لازم نعمل رياكسيوني وحدي وهيك رياكسيون وحده وغيث رياكسيون وحده، عادي جدا. تحب نجيب لكم مسلم يعمل رياكسيون وحده؟ عادي زاده. المفيد فما الانتاجيه. لطفي دوب الكانو في راسي، يرحم والديك يا صاحبي. حاسيلو لطفي يو يهبط لنا التراك اسمه عمي تيبون يا صاحبي، في 11 ساعة 200 ألف. متخيل الرقم؟ متخيل الرقم؟ في 11 ساعة برك، علاش مهبطوا نص الليل؟ ما فهمتش. نص الليل التراك هابط، علاش ما فهمتش؟ لطفي دوب الكانو يهبط والناس ونيام، الناس ونيام يا لطفي، الناس ونيام. حاسيلو الأولاد نمشي نسمعوا لطفي أشقال. ليتس جو مامين، وحدي يعني اليوم. ليتس جو. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق انت قوك العالم والله، كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر كل، يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق انت قوك العالم والله، كي تغنيش تقري وراك الذر حسبها مره، باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبت البر. شوقتني قد عادت بين الايام، لطفي راب مقدام. ونحن الشباب رانا قلت لنا باللي انت راك معانا، واحنا رانا معاك. دير لنا حل وشوف له وجه ربي، لكن حبيت تشوف له وجه ربي جيبوا لنا غير الخدمه برك. هاونهم اختاني يا خويا، اختاني في البلدان العربيه الكل هيك نعيشوا. ياخذ لهم على باليش، دير لهم باي، دير لهم على باليش. انا عاون زواولد ام يموتوا، الناس ام يموتوا في البحر يا تبوني يا اخو. وش بيك هبل؟ انت بريزيدون تاع البلاد يا اخو. عمي تبون لي جاني قاعد اقول، لي جاني في البحور كل حراقه في بابور. انا اقول عمك تبون لي جاني قاعد اقول، بالبيضه مونا مور يا مونا مور يا مونا مور يا يا تبون رجعنا قاعدة مو واحدة 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 واحدة. لطفي ليجوني قاعدة تبور، ليجوني في البحور كل حراقة في بابور. ما لاقول عمك تبون ليجوني قاعدة تمور، بالبيضة مونا مور يا مونا مور، بالبيضة مونا مور. شبابنا قاعدة تموت بالبيضة مونا مور. اقسم بالله يا الاولاد، عمري 30 عام، لا عمري خممت باش اني نخرج من بلادي تونس الخضراء. خويا الفترة الحالية قاعد نخمم نحرق، اقسم بالله اول مرة نقولها، والله العظيم قاعد نخمم اني نخرج. سي بون برو، والله يعني خويا ما استنيت تونس تعطيني شيء، ما استنيتهاش تعطيني شيء. خدمت وحدي، عملت كل شيء وحدي، هذا اللي طرا فيه الكل. تونس ما عطتنيش حتى الف فرنك باش نعمل. اما خويا باش تاخو مني خويا بالرسمي قاعدين، علاش هكا نعيشو؟ هدي العباد تقدم في 2024، رانا داخلين على 2025. بلادي في بالي على بالي، هبالي لبلاني عن بالي، عذابي وعبائي في عباد لي بغيا اعدامي، عديد اعدائي بعمالي وعدد مالي، جامع ماني اعلامي رو عالي في العلالي. بالله وحيدة 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 وحيدة، خاطرني اني قدامك نحس روحي اني الراجل الكبير مش انتي. اني قدامك يا لطفي حس روحي عمري 70 عام، علاش شيبتني قبل عمري؟ يرحم والديك. واحدة 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 واحدة، والله العظيم قطوس قطوستي قاعد تحل في البيت. أمور يا مونا بلادي في بالي على بلادي في بالي، بالي هبالي لبلاني عن بالي. أمور يا مونا بلادي في بالي على بالي، هبالي لبلاني عن بالي، عذابي وعبائي في عباد لي بغيا إعدامي، عديد أعدائي بأعمالي وعدد مالي، جامع ماني إعلامي رو عالي. خل نفهم، خل نفهم، وراو الكلام الكل في الصميم. بلادي في بالي على بالي،
والله الكلام الكل في الصميم، مش هيك اللي يقول فيه الكلام مبارك. بلادي في بالي على بالي هبالي لبلاني، على بالي هبالي لبلاني، عن بالي عذابي، عن بالي عذابي، وعبائي في عبادي، وعبائي بغي اعدامي عدي، فعباد لي بغي اعدامي، اعدائي بعمالي هبالي لبلاني، عن بالي عذابي وعبائي في عباد لي بغي اعدامي عدي، اعدائي بعمالي وعدي، عديت اعدائي بعمالي، عدد مالي جامع ماني عذابي وعبائي في عباد لي بغي اعدامي عدي، اعدائي بعمالي وعدد مالي جامع ماني اعلامي، عدد مالي جامع ماني، عدد مالي جامع ماني، في وعبائي في عباد لي بغي اعدامي عدي، اعدائي بعمالي وعدد مالي جامع ماني اعلامي، روعالي في العلالي علادي، اعلامي عالمي يقصد عالمي الدرابو، عالي في اعمالي يا اعدامي عدي، اعدائي بعمالي وعدد مالي جامع ماني اعلامي، روعالي في العلالي علادي، كان عادي لي عادي علادي كان. تسمع كتيبة صميم بتكنيك عالمي بريمات خرافية، انت تسمع وتستمتع. شاب في 25 من العمر مازال بازق في فهمتني، بازق في شباب وما تلقاش يعمل لك حاجه كيك. ليه 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 عاود لي برجول الولاد وحلت، سامحوني 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 وحلت لنا. يا منى بور يا منى بور يا تبين ليش انا قاعده تبور قاعده تمور، بالي هبالي لبلاني امور يا منى امور، بلادي في بالي على بالي هبالي لبلاني، عن بالي عذابي وعبائي في عباد لي بغي اعدامي عدي، اعدائي بعمالي وعدد مالي جامع ماني اعلامي، روعالي في العلالي علادي، كان عادي لي عادي. عادي طبعا تعدى كان كل فيروس مش نركشو فيه هيك مش نعيشو لهني رياكسيون بساعتين عادي. بينا طغينا الغيبه والغيره، ما بغينا الخيبه والوخيده، طغيدنا بلادنا خيره في غيرها، درك يا نمار الدعوه شعل نار، المورال تاع الشبيبه وطايح اكثر من الدينار، اسمعني المورال تاع الشبيبه طايح اكثر من الدينار، يدي خليه يطيح الدينار، نحب مورالي طالع، على خاطر يبدا مورالي طالع باش نجم نجيب دينارات، خليه يطيح الدينار لكن كي طيح لنا المورال فهم فهم بيان. يا تبون في كل ليله كتيله تقيله تبكينا، كل يوم في الكارت كلي كلي الكيله وكمية تكيلا، كنا تكوينا تكلينا تدقينا بكيه وقرينا، قلت بلوكينا تبكينا بديك لون كيما بنقرينا. يا اش تعبني هذا باش يتعبني باش تعبني، وانا ما عادش نجم نقول كلام زيد، ما عادش نجم حفاظا على وجهي مع المجتمع التونسي العظيم. كتبوا الناس تلموا حرب وحرقوا العمادة، اليوم برباس راي ولات كارتي تابع العنابة، دوك ماك توا شنيا لو ولات تابع العنابة؟ الناس تلموا حرب وحرقوا العمادة، اليوم برباس راي ولات كارتي برباس، هذه بلاصة ابارامون في فرنسا حاجة هيكا، برباس ولات تابع العنابة بنقرينا. يا تبو الناس تلموا حرب وحرقوا العمادة، اليوم برباس راي ولات كارتي تابع العنابة، ولات كارتي تابع العنباء امر ابارامو، هذه بلاصه في فرنسا ولا ما عارفش وين يحرقوا لها برشة زيريه لين ولات تابع العنباء. يا اخونا يا اخونا ماكرون راهو مبريزي، لو بان راي بلا كريز، خاطك لي زالجيريا مستعمل شوارع تاع باريس. قال لك يا خويا راه الرؤساء نتاعها مضربهم لا كريز، علاش؟ على خاطر لي زالجيريا احتلوا شوارع تاع باريس. ما مبريزي لو بان راي بلا كريز، خاطك لي زالجيريا مستعمل شوارع تاع باريس. عم بيتبون لي جوني قاعده تبور، لي جوني في البحور كل حراقه في بابور، ما نقول عم يتبون لي جوني قاعده تموت بالبيضه، مون امور يا مون امور يا يعطيك انرجي تقول طفل عمره 20 عام، اقسم بالله ما شاء الله عليه. في بالكم فما ناس سمعتني صغيره، ناس سمعتها من غير ما نسمها، اليوم نلقاهم عاملين تيك توك ودنيا ويحكيوا في التيك توك، دخلت نسمع في رابهم المعاصر، رابهم 2024 ويحكي لي هو يدي راب قديم مازلت تعمل في راب 2007 2008، نقدروا الفتره هيك اللي انت عملتها، نقدروا اللي انت كنت عرصه من العرس القديمه متاع الراب في تونس ولا في الجزائر ولا في اللي هو، لكن انك توصل ل 2024 وانت مازلت تتمتع في العباد كيما البلطي اليوم فهم، كيما لطفي، شوف لطفي يدي تقول انسان اليوم يرابي تيتي اسمع يا برو، معناها حتى لطفي مازال الستيل القديم متاعه ما تبدلش برشا، لكن
مازال فيه الروح، فما روح جديده، فما روح جديده نتاع 2024. مانيشني قاعد نحس في روحي نسمع في رجل كبير عمره 50 ولا ما نعرفش قداش من عام، مانيشني قاعد نحس في روحي اللي اني فايت وتكنولوجيا ودنيا. صحيح فما حاجه في كليبات وتحسها بسيطه، تحسه مش قاعد مش معاصر في الكليبات شويه، لكن باقي احس فما اخويا روح، فما انرجي، فما انسان مخليني قاعد نحكي في رياكسيون. يا برو ساعه ساعه ندخل اني في رياكسيون، نعمل رياكت على انسان اقسم بالله يجيب لي النوم. وضايا تلقاه توب ودنيا واسمع هي وفانيت وعنده ما نعرفش قداش من فولو. برو شوف قداش خليني نحكي، قداش رياكسيون 10 دقائق توا في دقيقه و39 ثانيه وبالرغم وحدي. في العاده نبدا نهيكل ونبدا نلوج ما نحكي بالصيف، برو مخليني نحكي هو وحده بكتيبته ببيرانه بتكنيكاته بالفلو متاعو. يا اخونا يا اخونا تعبني، حكيو معاه قولوا له راك كبرت، احشم على روحك راك كبرت، راك تعبت هالعباد. يدي تعبتني وانا صغير وباش تعبني وانا كبير ولا كيفاه؟ امون امور يا تبون لي جوني قاعدة تمور، لي جوني في البحور كل حراقة في بابور، ما نقول عمك تبون لي جوني قاعدة تموت من بيت. امون امور يا مون امور ان توكا بلادنا بين طريق مريضة ومريقلة، ترك بهتك راه دارو لك ريكار بروكا لاكوك والليريكا كاينين كريم. اسمع التكنيك ميا، اسمع التكنيك. لا بين طريقها مريضه ومريقله، ترك بهتك راه داروا لك ريكار بروكا لاكوك والليريكا كاينين كريمات راهم يديروا ريكا، راهم يبانوا ضربات بلا فان بيكا، راك ديما تلقى هذيك لا بريكاد كيما السيسي دار لها ابو تريكا. كيما السيسي دار لها ابو تريكا، كيما السيسي اللي داروا لها ابو تريكا. يا اخونا حط ربي في بالك، حط ربي في بالك، حط ربي في بالك. ريكا مريضة ومريقلة، ترك بهتك راه دارو لك ريكار بروكا لاكوك والليريكا كاينين كريمات راهم يديرو ريكا، راهم يبانو ضربات بلا فان بيكا، راك ديما تلقى هاديك لا بريكاد كيما السيسي دار لها بوتريكا. الشعبة وتكلح الظلم تسرح وتسلح، حتى الإمام ضارب بالنح، مهم صلي صوم وسبح في الساحة طار. اسمع الريم والتكنيك متاع الريم، تبح تنبح نح زنبح ونيتبح. لحد ظلم تسرح وتسلح، حتى الإمام ضارب بالنح، مهم صلي صوم وسبح في الساحة طالب صوته بحق داير اضرب مش مسامح، وتشو الإعلام لتحت لتحت خريف التفاهة لي ينبح. ما يحكيش على الاعتقال الاحتقان والاحتقار، على اللي قام بانتقاد ولا قال في مقال، للعقاب للعقال والانتقام بإتقان يا برو يا أخونا. جيني الجير اقسم بالله يا الوليد، قسما بالله جيني الجير، كرشي دور هالي بانتقاد ولا قال في مقال، للعقاب للعقال والانتقام بإتقان، وما بقى الحق يتقال سينو تلقاك غير الطلقات. ما تقولش بلي قاع لي وما بقى الحق يتقال سينو تلقى غير الطلقات. تا 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 نصفيوك تا 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 جانا مكرهو القعدة في القهاوي، ما تقولش بلي مملي يخدم شهريتو ما بقاتش تلاوي، ما تقولش كلش غالي كاوي، ما تقولش جيب خالي خاوي، ما تقولش البلاد تعاني سينا يقولوا خاين عامي. يا تبون يا الرئيس بلادنا وقدرها عزيز، ما تحركني الامارات ما يحركني محمد سيس ونزيد. لهني يا بارامو ما تحركني الامارات وما يحركني محمد سيس. لهني الاولاد شنو يقصد؟ نورمال مو الحكومة الجزائرية ما عندهاش مع الحكومة المغربية محمد السادس. لهني فما المرة اللي فاتت ريت ستوريات الناس معينة مش باش نسميهم يهاجموا في لطفي في فاز الضاق، قالوا له انت نعرفوك تخدم لي اجندات معينة. فلهني نورمال مو الاجندات شكون شي يخدم لهم لطفي؟ الاجندات اللي معادية النظام الجزائري كيما محمد السادس. يعني لهني هو يقصد راني ما نخدمش لا لا يشريني الامارات ولا محمد السادس. لهني يقصد في روحه، مش يقصد مثلا معناها مانيشني كيفك شريتك الامارات وكذا وكذا. نورمال مو هكا فهمت. رئيس بلادنا وقدرها عزيز، ما تحركني الامارات ما يحركني محمد سيس ونزيد. بالك نسيت احنا يا عرب وامازيغ، وقفنا ضد العصابه ملي كنت انت وزير. عمي تبو وقفنا ضد العصابة وأنا أشهد بهذا، أنا أشهد بهذا. وقفنا ضد العصابة وقت اللي أنت مازلت وزيرة، مازلت وزيرة
لا انا اشهد بها عجبتني احنا يا عرب وامازيغ وقفنا ضد العصابه من اللي كنت انت وزير عم يتبون ليجوني قاعده تبور ليجوني في البحور كل حراقه في بابور ما نقول عم يتبون ليجوني قاعده تموت بالبيضه مونامور يا مونامور يا مونامور يا تبون ليجوني قاعده تبور ليجوني في البحور كل حراقه في بابور ما نقول عم يتبون والله حتى الرفراه فيه معناه قديم لك تحس روحك ماكش تسمع في حاجة هيك قديم تحس في روحك جوك بي ما هيش حاجة مملة هيك الحاجة القديمة هيك أخونا يا أخونا يا الخبرة تتكلم سيرجيو راموس هذا كان يرجع على ريال مدريد مع إصابة ميليتاو فإمكانية رجوع سيرجيو راموس فبش تجده ابن 34 عام يفعل ما يفعله لطفي دوبلكانو الآن في الراب ايش قولك في بسعادة وفي تحليله والميتافور اللي عطاها لك مش عادي ملا بسعادة اعطيني الصحة ولا حب روحي محليك نام بوزينك نام بوزينك يا بسعادة محليك انت احلى انسان في الدنيا كل وين نحل الكاميرا نشوف احلى واحد في العالم وهو اللي يتفرج فيها طوى شنو رب ليه ابهرتك ولا برجولي 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 حط لي كومنتير على الفازة هذه وقل لي أبهرتني بسعاد ريت كيفاش توشيتك ريت كيفاش توشيتك ولمستك من قلبك الجوهر الداخلي ليجوني قاعدة تموت بالبيضة مونامور يا مونامور شوف تراسيم كوبلي كان كدري غير كوبي كله كامل بوليتيك ملا ما دابك غير تبلوكي النظام حيديكوتي هيكوتي مامي ديكوتي عم بالو كل ما يجينا الفوت الشعب الكل حيبويكوتي زيد كل ما يجينا الفوت الشعب الكل يحب يكوتي انك دري غير كوبي كله كامل بوليتيك ملا ما دابك غير تبلوكي النظام حيديكوتي هيكوتي مامي ديكوتي عم بالو كل ما جينا الفوت الشعب الكل حيبويكوتي زيد راني مشوكي الانتخابات ومكشوفين الحاكم بين الشوطين جاب نتائج كلها مشكوكين شوفوا النسخن ونشوفي ونشعل وش كان لهني يا بارامو يحكي على الانتخابات الجزائرية نورمال مو 5,600,000 من أصل 24 مليون اللي يشاركوا في الانتخابات هيك مشني غلطة خاطر تعرفوا الثقافة الفرنسية عندي محدودة 1,000,000 سير نورمال مو هيك فهمت من الجملة فهمت في شوفي نشهد كشا كنا شفنا النشافة اللي نشرها شرفي زيد اسمع برحمة بوك اسمع 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 شرفش اسمع انتخابات مكشوفين الحاكم بين الشوطين جاب نتائج كلها مشكوكين شوفوا النسخن ونشوفي ونشعل وش كان في شوفين شهد كشا كنا شفنا النشافة اللي نشرها شرفي زيد يا اخونا السيدي متاعي راهو بدي يا اخو يعطي مخي هذا البسيط عقلي البسيط لم يستوعب كمية المعلومات التي اعطيتها لنا في هذا السطرين الجميلين من الاغنية هذه يا سامحني لحظة خل نعاود ونحبس هكا نحب نفهمهم الانتخابات مكشوفين الحاكم الانتخابات مكشوفين بين الشوطين جبنات الحاكم بين الشوطين نتائج كلها مشكوكين شوف جاب نتائج كلهم مشكوكين نسخن ونشوفي ونشعل نسخن ونشوفي على وش كان في شوفي نشهد ونشعل وش كان في شوفي بين الشوطين جاب نتائج كلها مشكوكين شوف نسخن ونشوفي ونشعل وش كان في شوفي نشهد كالشعب كلنا شفنا النشهد ونشهد كالشعب كلنا شفنا كلها مشكوكين شوفوا النسخن ونشوفي ونشعل وش كان في شوفي نشهد كشا كنا شفنا النشافة اللي نشرها شرفي شفنا النشافة اللي نشرها شرفي يعني برو ما هوش يقول في لا شيء يعني يعطاك بيران رزينة ماشية في بلاصتها الصحيحة احكي لك على موضوع صاير وشوف التكنيك متاع الريم وشوف هو التكنيك اللي العب بيه والفلو فانتي صاحبي يمرضك لانيه انسان يمرضك اسمع انتخابات مكشوفين الحاكم بين الشوطين جاب نتائج كلها مشكوكين شوفوا النسخن ونشوفي ونشعل وش كان في شوفي نشهد كشا كنا شفنا النشافة اللي نشرها شرفي زي اني من اللول مش في بالي يدرى فاش يقول هاو كيكة وبر يريمي ويحب يطلع لك بتكنيك وعنا ناس اليوم تمزك يعني تربى يعني انت اليوم سامحني بالله لطفي في شكون كان يسمع انت شكون كان يسمع من شكون تعلم
يعني انت احنا اليوم الجيل متاع تاوا جيل 25 26 يرابي يعني كبر على لطفي كبرت على ناس قديم وعرس يعني تعلمت منهم هما من شكون تعلموا هما من شكون تعلموا شوف ايش قاعد يصير بي فيك جي واحد اليوم يبدا يحكي لك على الحب يعطيك بار على الحب توحشة ومن بعد البار اللي على الحب وتوحشة يجري يهرب من الحاكم وفي جيبه 15 ما عرفش يعني شنو ومن بعد البار اللي من بعده ضرب واحد بكرتوشتين والبار اللي بعده راني توحشتها شو موصل هذا لهذا والبار اللي من بعده تلقاه يحكي على امه وبعد ما حكي امه فجأة يعاود يرجع توحش صاحبته وبعد ما توحش صاحبته فجأة تلقاه هارب على فزبة من الحاكم وبعد ما هرب من الحاكم من الفزبة على الفزبة من الحاكم تلقاه يسربي في تروف في الحومة والبار اللي من بعدهم توحش بوه يا بابا ما تفهم شيء يهزك هكا الهكا الهكا لا علاق شوف لهني عطاك خويا موضوع اجتماعي صاير في الجزائر بان الفيس كوني دار البينيفيس او منهار لي بان الفيس حتى ندارو بان فليس هاد البلاد يبلع فيه سياستها في افلاس منهار مات دا الحسين ومدفنوا معاه الافافاس زيد منهار اللي مات الحسين دفنوا معاه الافافاس بلع فيه سياستها في افلاس منهار مات دا الحسين ومدفنوا معاه الافافاس زيد يا تبون جيش تعنا رو محبوك رهنا غير صحاب النفود يعفز بقراد وباشي يا تبون رانا نحبوك يا تبون جيش تاعنا راهو محبوب راهنا جيش تاعنا راهو محبوب الجيش متاعنا راهو محبوب حسين مدفنوا معاه الافافاس زيد يا تبون جيش تاعنا راهو محبوب راهنا غير صحاب النفوذ يعفس بقراد وباش يفوت مشاكل كرهنا كان جماعه النفوذ يعفس بقراد باش يفوت كنا تاع اليوم مش غير زطله والحبوب كاينه حفتر ليبيا المالي وزيد فاغنر لي في الحدود يا عندك حفتر وعندك ليبيا عندك الماني والفاغنر اللي على الحدود اخونا فهمتني فيق لي يرحم والديك بول بلادنا كبيره شابه زينه وعروسه ما فهمناش وعلاش الشعب ديما في وجهه معكوسه كيما قلتها في الحصه جينيري با كانص البلاد ولات كوزا نوسترا مافيا اكثر من الياكوزا عمي بلادنا ولات كازا نوسترا مافيا اكثر من الياكوزا الحصه جينيري با كانص البلاد ولات كوزا نوسترا مافيا اكثر من الياكوزا عمي تبون لي جوني قاعده تبور لي جوني في البحور كل حراقه في بابور ما نقول عمي تبون لي جوني قاعده تموت بالبيضه مون امور يا مون امور يا مون امور يا تبون لي جوني قاعده تبور لي جوني في البحور كل حراقه في راب تسمع في راب كلمه راب خلقت للاشياء هذه الشيء اللي يعمل فيه لطفي اليوم انتقاد سيستم حكي مشاكل عباد خنكملو بابور ما نقول عمك تبون لي جوني قاعده تموت بالبيضة مون امور يا مون امور ويا تبون وانتو تيري في بالاجيريا ونحبو الجزائر ما قيتو نعيش في الغربة صح نحبو الجزائر احنايا وفري يحبو الجزائر تفسي ماشي شحال نحبو الجزائر احنا نحبو بلداننا اما فما حوايج تخليك تخرج من بلادك فما حوايج تخليك تخرج من بلادك فما مقت نشوفوه خليك يخرج تخرج من بلادك فهم فاني عمري 30 عام وعمري ما خممت نخرج من بلادي الوقت الحالي وليت نخمم خويا نخرج من بلادي حسيلو الاولاد هذا راب سمعناه اليوم راب علاش تخلق الراب للشيء هذا علاش فما حاجة اسمها راب للشيء هذا تنقد سيستم تحكي على وضع البلاد تحكي على شباب البلاد تحكي على الناس والضيق متاع الناس تعبر على وجع الناس هذا هو الراب كلمة راب تخلقت باش يكون هيك تتغنى مش باش تغني على الزطلة مش باش تغني على الشراب حتى كي تغني على الزطلة والشراب باش تنقدهم كيما هيك ريتو كيفاش انقدهم العباد راهي ميتة بالبيضة والبيضة مون امور هاكا مش تغني اني نبيع بالكبير واني مش نورمال واني مجرم واني باو باو ولهني راني مانيش نحكي على انسان معين نحكي على فئة كاملة فئة كاملة تخدم بالراب عملتو هكيك هذا علاش تجعل الراب فما ناس اليوم تحب تعمل فلوس من الراب لكن الراب توجد باش ما يعمل باش ما
باش ما يعملش فلوس. موزيكا ما تعملش فلوس، عملوا منها لعبد الفلوس. اما في بلاد الحريات، في بلاد الحريات، خاطر اليوم انت كي تجي تعمل تراك ما هذا مش تعادي بيه، ما مش يجي يعني ما نعرفش وزير الثقافه ولا والرياضه وكذا باش يكلم لطفي باش يقولوا بالله يجي مرحبا بيك بحذانا باش نعطيوك مهرجان يجي يغني لنا الاغنيه الرائعه هذه، خاطر هم يراو ما همش يراو فيها اغنيه رائعه، شوفوا فيها اغنيه تهاجم فيهم، ما هم ما مستحيل يعترفوا لك باغنيه كيما هذه. بالعكس كان يلقاوه تلقاه يبحث. صوت الشعب 3، صوت الشعب 2، لا تنسى، فهم؟ فلهني برو لازمتنا نوقفوا احتراما وتقديرا لهذا السيد اللي عمره ما عرفش قديش عمره عداه في الغربة. ومن اللي عرفت لطفي من 2004 ظهالي ولا 2005 عندي وتحومتي نعمله في جروب تافها، وتحومتي قالنا شن نسمي روحي وهبي دوبل كانو، طب اش تعرف الفشل اللي كنا فيه، فهمتني؟ فمن وقتها واني نسمع فيه وهذه هي مواضيعه. الانسان حامل قضية على كتفاته. علاش عجبتني قالوا اني نحكي على السيستم ولا كيفاش، من عهد اللي انت كنت وزير فعلا اني شاهد انا الممضي اسفله هيثم باللطفي بسعادة اللي الكلام اللي قالوا لطفي صحيح 1000%، ومن قبل لطفي هز القضية على كتفاته ويحكي على الوضع في الجزائر وينتقد في الوضع في الجزائر وينتقد وهذا لا يمكن خلى لطفي يعيش في الغربة وعد حياته الكل كيف في الغربة. حسلوا الأولاد كانت تحبوا تصير رياكسيون أخرى غيث وهيكل مع بعضهم على أغنية لطفي، يقولونا في التعليقات لوتا تحبوني أني نعاودها أني وهيكل، أما أني زيد عملت الرياكسيون بتاعي أنا مضبية يعاودها هيكل وغيث، وانتم معطيونا رأيكم لوتا في التعليقات. بيس أند لوف بسعادك العادة يا لطفي، يا ما تغيبش علينا وما تكثرش، ما تغيبش وما تكثرش، خاطر كان باش تكثر باش نتعبوا، احنا باش نتعبوا، جيني امراض دم كذا وكيف كيف كي تغيب علينا هيك اخر تراك هبطوا عندك عام نتوحشوك. تراك كل شهرين به، كعيبه كل شهرين ثلاثه به. حسيلوا الاولاد بيس اند لوف بسعادك العاده، باي باي. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق كنت فوق العالم والله، تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق كنت قوك العالم والله، كي تغنيش تقري وراك تذر حسبها مره، باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبت البر.